جولة 10-12 إفمنا 6-12 على إفم أحلى راديو صباح النور صباح الفل إفم أحلى راديو جولة 10-12 حتى النص النهار كالعادة معكم يوسف البحري وكامل الفريق. يوم الخميس 27 أكتوبر 2022، إن شاء الله تكونوا بخير وين ما قاعدين تسمعوا فينا في جولة 10-12. إن شاء الله جوكم كما جونا نحن جولة 10-12. انتم تسمعوا في جولة 10-12 مع يوسف البحري. جولة 10-12 إفمنا 6-12 على إفم أحلى راديو. شنو حكاية سوم البطاطا اللي نجم يوصل الكيلو بخمسة آلاف؟ من بعد شوية باش يكون معنا مباشرة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سي شكري الرزقي باش يعطينا أكثر تفاصيل كالعادة. من بعد شوية زادة فيز العرفاوي في ميديا ماج أخبار رياضة مع أمين جلانزا حلة حرب خضرة حرب وكل الفريق معنا كالعادة في الإعداد أمين أبو غنجة نور بولابيار في الإخراج إيمان المالكي وسليم حمزة في الإخراج الرقمي وكل فريق لريزو سوسيو نتاعنا اللي تنجموا تتابعونا عليهم فيسبوك انستغرام تيك توك راديو اي اف ام وتابعونا زاد صوت وصوره على اي اف ام تي في شين يوتيوب نتاعنا راديو اي اف ام. ترتيحه صغيره ببليسيتي وراجعين معاكم حتى نص النهار. مثلين للجمعه من 10 لنص النهار جونا 10-12 مع يوسف البحري. جونا 10-12 اي اف ام 6-12 على اي اف ام العشرة و18 دقيقة عليا في محل راديو. شكرا على الاستماع وما كنتو جونا 10-12 حتى النص النهار كالعادة. تابعونا على الباش فيسبوك متاعنا راديو اي اف ام شين يوتيوب زادة متاعنا راديو اي اف ام. تابعونا في اي اف ام تي في وكل اخبار على اي اف ام بوان تي ان. فيز العرفاوي كالعادة بالشغب متاعها. صباح النور. صباح النور. يسمعوا فيك يقولوا صوت الشجية دي مش متاع شغب. ما يعرفوش كي الكاميرا ما تبديش عليك. ما يعرفوش كي الكاميرا ما تبديش عليك. شنو حوالك فيز؟ الحمد لله. يعرفوني رزينة المستمعين يعرفوني هكا كالم صوت الأخبار وكل صوت الأخبار. وي بعد ما يعرفوش نحن شنعانيو في ميسي تو نصور لكم تلقاو كل شيء على الانستغرام. ميرسي يا نور. يلا تدسويت أخبار الميديا مع فيز العرفي. نبداو ميديا ماك بإذاعة جوهرة اف ام وين الكرونيكوس في برنامج صباح الورد من تقديم حاتم بن عمار هبطت تدوينة وضحت أسباب غيابها على البرنامج اللي هي سابرا ويني. نقرأ لكم نص تدوينة توضيح للناس اللي تسأل فيها يا ميت شنو صاير في البرنامج الصباحي اللي نخدم فيه في جوهرة منذ شهرين. مع كامل احتراماتي لإدارة جوهرة اف ام على حرفيتها وحسن تعاملها أعلن أنه تم التخلي عن خدماتي من طرف مقدم البرنامج بسبب أنه كوران ما يتعداش بيناتنا كما قال هو كما جبتك بتليفون خرجك بتليفون وسبب أني لم أرضخ للتعليمات. ما تلزش للرئاسة، ما تحكيش على الحكومة، ما تنقدش الأحزاب، ما تحكيش على برامج أخرى، ما تقولش أنه مفهوم الدولة في تونس انتهى، ما تحكيش، ما تتكلمش، ما تنقدش، ما تعارضش رغم احترامي للسيد المقدم منذ سنوات، خاصة أنني تربيت على صوته كنت فخورة يشرف العمل بشرف العمل معاه. لكن سيدي الكريم عهد التطبيل والقداسة الخوف السنسرة انتهى ولن يعود لأني مع قيس سعيد لاني ضده لاني مع المعارضة لاني ضدها أنا مع ما هو خير لتونس ومن هم مكتسبات الثورة أننا نعبر على رأينا بكل احترام لكن لا للقداسة لا للتشليك. نعود نشكر إدارة إذاعة جوهرة اف ام وكل العاملين فيها. نهاية التجربة نتوي صفحة والقادم أفضل. أنا صبرا نقول لك القادم أفضل إن شاء الله. وذي يوسف كلام خطير بالطبيعة إذا صح في انتي دار رد من الطرف الاخر لاكيد انت رد تعرف من الاذاعه ورد من المقدم. اي خاطر احنا اكيد تعرف احنا ما ناخذوش طرف بركه بيصير. لكن الكلام هذايا نحكيو على الكلام هذايا خاطر الراوه زاده ماهوش كان في جوهره اف ام الراوه في برشا بلايص التخلي على كرونيكر ولا كرونيكوز والا مقدم برامج بسبب معناها خوف نقولوها الخوف. ما تلزش للرئاسه ما تحكيش على الحكومه ما تنقدش الاحزاب ما تحكيش على برامج اخرى ما تقولش مفهوم الدولة في تونس انتهى ما تحكيش ما تتكلمش ما تنقدش ما تعرضش الواعي طولها.
باش تقول صباح خير. معناتها اي معناتها وياك يدخل لونتين اش تعمل صابره كانت في جوهرة فيم تقول صباح النور وتسكت هكا كوكو كوكو صباح النور. لا لا بالحق لا لا والله حاجه ما نضحكش احنا توا نفدلكوا بها اما سيريو بغض النظر احنا احترامنا الكامل للزميل حاتم بن عماره احترامنا الكامل للاذاعات الشقيقه والصديقه لكن بالحق هذايا ما يصيرش انك تخرج عبد خاطر جوست عبر على راي خاطر الراي هذاك كما قلنا هو يعبر على راي تبع الفيرسيون تاع صابره في انتظار رد من إذاعة جوهرة وإلا من مقدم البرنامج. إنك السنسرة نحكيو عليها كنا في عهد بن علي وحكينا كيفاش ثم عبيد خذيهم السنسرة هذيك وخذيهم القمعة هذيك حافز وليوا يقدموا خير وعملوا معناتها وليت تصنع منهم تخرج منهم حاجات مزينة على الأخر. لكن اليوم عملنا ثورة يظهر لي عملنا ثورة ولا ثورة بوب اختلاف سمعت أنا ما نعرفش اي عملنا ثورة المكسب الوحيد ممكن. بغض النظر على السيتواسيون اللي نعيشوا فيها المكسب الوحيد هو حرية التعبير والصحافة. أما حاجة أخرى نعرفش تشترني الرأي واللي فيزا أنه فما خط تحريري زادة للإذاعات أي. فما خط تحريري أي. لازم الكرونيكور ولا المقدم يلتزم به وتعرف عليه جيبه الكرونيكور أما فما خط تحريري زادة عن لو ريسبيكت زادة في كل الإذاعات يختلف الخط تحريري من إذاعة إلى أخرى دونك في هذا زادة لازم تحترم أنت نوعا ما الخط التحريري والصبغة متاع البرنامج اللي أنت فيه دونك تصوروا الرد متاع جوهرة اف ام ولا متاع حاتم بن عمار يقول لك انا ممكن تخرج هي على الخط التحريري للاذاعه معناتها كي تتكلم دونك والبوزيسيونمون متاع صبره ما نعرفوهش نحن الحقيقه معناتها السياسي مش السياسي لاني معاه لاني معاه قيس بن قيس قيس صحيح قيس بن عمارة لا جيش نقول أتعس منك خليني لانت عدتوني يا يوسف خليني جيش نقول قيس بن علي قيس بن علي جيت قلت لك هنا مانيش مع قيس سعيد مانيش مع المعارضة ماني مع التوينسة معناها إذا كان هي عبرت على رأي يمكن اليوم مثلا تقدم كرونيك متاحة على أساس إنها مع قيس سعيد نجم من غدوة تحكي على فئة أخرى اللي هي ضد قيس سعيد تصور هذية هي بما أنه هي أعنت إنها ماي مع حتى طرف دونك موضوع للمتابعه صابره وجوهره اما احنا نحكيو على لو فيت انه متى كان تطلع صحيحه ما نعرفوش الحقيقه معناها احنا سمعنا فيرسيون وقرينا بلوتو فيرسيون بنستناو في الفيرسيون الثانيه نتاع الطرف المقابل لكن كان تطلع صحيحه السنسره مش بيا وخاصه ماشي. انك تقمع الصوت خاطر هذاك الصوت صوت الشعب صوت المستمعين اللي يسمعوا فيك وانا زيد نقول راه فما خط تحريري في الاذاعات زيد لازم يحترم يلا نتعداو لين بعد نتعداو لقناة التاسعة وين أثار مقطع فيديو للفنان محسن الشريف في برنامج ألوان مع إيمان ضجة كبيرة نشوفو نرجعو ونعلق حاجة الوحيدة اللي ما 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 حبيت نشوف الوالدة قبل ما تتوفى الوالدة ماتت بالكورونا والحق متاع ربي من السبيطار حطوها في صندوق وشمعوه الصندوق وعدوها مباشرة للمقبرة وما دفنوهاش حتى في التربه نتاع العائله تربه الشريف دفنوها في تربه اخرى نظرا قال لك هذوما اللي ماتوا بالكورونا عملنا لهم بلاصه وحدهم متاسف باش تقعد لي نقطه سوداء في قلبي لين كما يقولوها الواحد يحكيها الحفار قبره تعبتك لاحقا شي باقي ماشي الغاديو اش بك تضحك يا ايمان نحكي على امي وانت تضحك يا ايمان ما يجيش يا إيمان ما يجيش يا إيمان تغزل كيفاش تغزل الصحفة لبلادي ما يجيش نحكي لأمي وعلى الغبينة اللي صارت لي وانت تضحك حاجة الوحيدة اللي ما محسن الشريف يحكي على وفاة أمه بالكوفيد كنا اللي التحقوا بنا توا يسمعوا فينا توا والمذاعة تضحك الشيء اللي أغضب العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادات لوين وصل عليه مع العلم أنه المذيعة هي في الأصل مدربة رياضة كانت تعمل كرونيكوز في نسمة لتمارين رياضية تحولت إلى مذيعة إذيك استنسنا بي المشكل مش غاديك بالحق ما عندي مقول انا الحقيقه ديجا ربي يرحم العباد اللي توفيوا بالكورونا الكل وراه وجعة كبيره للعائلات الكل وبرشا تصور كل العائلات التونسيه تعديوا بالوضعيه هذه محسن شريف ان شاء الله ربي يرحم الوالده والله ايش نقول لك ما نحبش نكون قاسي
فهمت. دونك باش نحتفظ برايي. اسمعني انسان هذايا لي كونسيكونس تاع معناها عبد الدفنت وما سامحهاش وما هذوما لي كونسيكونس تاع كي نحطوا عباد ماهمش باش نقولها الكلمه بالفم والملي انكومبيتون في بلايص نتاع عباد عندها دي كومبيتونس للخدمه هذه الانيماسيون راهو والصحافه راهو عندهم بعدنا على الصحافه خليها على جنب اما الانيماسيون راهي عندها ناسها مش ناس كل تعرف تقدم الـ المشكل البرامج. المشكل التعليق اللي وجعني يا يوسف وين وصل الاعلام ليه سامحونا ليه ديزولي مش هذا الاعلام راهو ديجا من الطاوله هذيك تفهم مش هذا الاعلام دونك الحقيقه والله ما عندي ما نقول قلت لك سي دو لانكومبيتونس الحقيقه ديجا دو ان برنامج مسجل صحيح ولا لا نجم تقص معناتها هذايا في المونتاج نجم تتقص في وضعيه كيما هكايا نتاع ايموسيون وكل لازم حتى كان انت عندك ما تعبرش عندك الضحكه من داخل موجوده اللي تنجم لازم عندك مينيموم نتاع سيلف كنترول باش تشدها الضحكه مش لهالدرجه باش تتعدى معناتها تتعدى بكلمه كانت نجم تتعدى الحكايه ونحكيو على البلابي اللي ضحكتها هي وضحكت معناتها خاطر تسمع زيد الضحك في الـ في الـ في الكوليس دونك الحقيقه انا نقول الوقت اللي تتحط عباد دي زانكومبيتون في اي راهو دومين مش كان في الاعلام كي تتحط عباد دي زانكومبيتون تخدم في حاجه ها والريزلت اللي توصل له وكا فوالا وعنا راهو درا قديم من بطال خارج من ليبسي وقاعدين شادين الحيوط يحبوا يدخلوا يخدموا في التلفزه ولا راديو وعباد قاعده ترتع فيها وتخدم وتعمل اللي تحب في البرامج التلفزيه والاذاعيه وها وين نوصلوا لهنا نوصلوا لهنا وهذا راهي ماهيش كارثه راهو عندي خاطر تصير كوارث ما اكبر دونك فوالا يلا تعدي ولي من بعد نختموا ميديا ماك بالجزائر وين قضت محكمه جزائريه بسجن الصحفي بلقاسم حوام لمده عام بعد اتهامه بنشر اخبار كاذبه في مقال عن رفض شحنه تمور جزائريه بعد تصديرها بسبب معالجتها بمبيدات محظوره كما اصدرت المحكمه نفسها حكم بالسجن 6 أشهر مع وقف النفاذ بحق رئيس تحرير الشروق مع تغريم الصحيفه ب 2100 يورو السجن الصحفي بسبب مقال في اخبار زائف كيفاش ترى يوسف كيفاش راه رالي تزير بحذينا وقاعدين نقربوا حتى نحن للشيء ذي نوعا ما شي كيفاش الراب على التالي قاعدين نقربوا وقاعدين فما مرسوم نحن راهو يعمل الشيء ذي دونك مانيش بعاد شويه على تزير مالوغوزمون الاخبار هذيا ماهيش مفرحه نتاع ميديا ماج اليوم وبالحق توجع القلب ما عندكش حتى خبير يفرحك فيز نكملوا بيه قول لي اش عندي انت وجودك بركه يفرح فيز العرفي وشكرا ليك ميديا ماج تلقاوك العاده على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام نتقابلوا غدوه ان شاء الله فيز شكرا ليك يلا عنا بالتليفون كما سمعتوا قبيله في الانترو نتاع البرنامج نتاعنا قلنا اسكو البطاطا باش توصل 5 دينارات شنو هو الصحيح شنو هو الغلط سوم الكيلو تاع البطاطا يوصل 5 دينارات حديث مره اخرى على ازمه في ماده من المواد اليوم نحكيو على البطاطا معنا في المباشر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري سي شكري الرزقي اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا مرحبا مرحبا سي شكري برشا كلام قاعد يتقال على ماده البطاطا شنو الأزمة هذه هل فما وجود للأزمة هذه ومن بعد بتبيع باش نسألك هل صحيح باش نوصل 5000 الكيلو وي تسمع فيا سي شكري وي نسمع فيك قلت لك ما حقيقة وجود أزمة المنتظرة لمادة البطاطا الأزمة هي يمكن ما يفيق بها المواطن كان كيتمس مباشرة أو الإعلام الأزمة راهي هي من بداية الموسم احنا استشرفنا الوضع وحكينا عليها من بداية الموسم وقلنا اللي راهو عنا صابة وعدة تمثل في حدود 240,000 235,000 دونك يلزمنا نستعدوا بالقدا ونحضروا روحنا ورسلنا الوزاره رسلنا السلطه باش نستعدوا للصابه دي وما يمشيش معناها جهد الفلاح هدرا معناها يلزمنا نمولوا للجيل اللي هو المركز الفني للخضر والغلال اللي عنده تقاليد في الخزن يوصل الى حدود 40,000 هذا كل ما صارش الخزن ما فاتش تقريب 6,000 أو 5,000 لدى المجمع الفلاحة خزن المخزون التقليدي للصابة نعرفه اللي هو برودوي بيريصاب ما يتحملش سخانة دونك معناها ما كانش استعداد جاتنا شهري ما يفوتش 30,000 تقريبا 20,000 و30,000 في الشهر يعني كانت الصابة دي تنجم تمولنا حتى 10 أشهر
معناها سوء تقدير وسوء الاهتمام، خلينا نقول ربما هنا ما فماش المسؤوليه الواضحه. نحن نتحملوا الدوله المسؤوليه، نحملوا حتى الناس اللي تسببت في الازمه هذه المسؤوليه، ونورمالمون تتحاسب عليها. اليوم احنا كمنجين انتجنا، علاش نخسروا؟ علاش باش نوردوا ربما البطاطا؟ علاش نتحطوا في الوضعيه هذه؟ نحن ماناش فرحانين انه اليوم يصير عندنا أزمة نتاع بطاطا، وأنه تغلى باش توصل 3000 4000 5000، معناها تعرف السوق ياخد على المنطق العرض والطلب. نتوقعوا اليوم في عدم وجود المادة هذه باش ترتفع بشكل كبير، حتى اللي مزروعة تو اللي هي الآخر فصلية الوضعية نتاعها تنبئ بأنه باش يكون الإنتاجية ضعيفة، نظرا لأنه ما ثماش ماء وسخانة، معناها ماهيش عادية. دونك النمو نتاع النبتة كان محروس، معناها الصعود نتاعها كان فيسع فيسع، ما قدرتش السيكل نتاعها كما يجب. دونك الانتاجية نشوف فيها من خلال النبتة باش تكون معناها ضعيفة. احنا نتحدث في الكلام هذا بكل معناها مرارة، نورمالمون ثم حرية يكون تشاركي بين المهنة بين سلطة الإشراف، وراهو هي في الأخر المسؤولية عند الدولة، لأن هي موكول إليها إدارة الأزمات سواء في الوفرة أو في الندرة. اليوم كانت عندنا وفرة، علاش مباشرة بعد الوفرة تجي الندرة؟ سي شكري، قديش نجم تتواصل الأزمة هذه؟ تتواصل إلى حين تتوفر المادة. تعرف أنت منطق العرض والطلب، توجد المادة معناها، لكن هي توا حتى اللي باش يتوجد باش يكون التكس تاع الانتاج نتاعو غالي، لانه الانتاجيه هي باش تطيح، برودكتيفيتي باش تكون معناها طايحه. كما حكينا الماء اليوم المناطق الصحفيه اغلبيتها مسكره، الفلاحه دونك الفلاحه اللي عندهم الابار ولا عندهم السقويه، الوزاره ما تخسر علينا كان منشور، ما تسقيش، ما تحلش الفانه، ما ثماش ماء، صحيح ما ثماش ماء، لكن كنا النجم بطريقه تشاركيه نلقوا الحلول. علاش نحن ديما معناها نمشيو بمنطق القرارات اللي تصدر من فوق، ماشي تكون قرارات افقيه، معناها الناس كل تحل الازمات، حتى نحن كي نكونوا مشاركين في القرار نتحملوا شيء من العبء. معناها نحن هذا اللي يغيظنا هو انه نحن ننجو بعد نجيو نلقوا البطاطا تتلوح ولا الاشياء اخرى، وبعد نجيو نلقوا الفلاحه خرجت من منظومه، راهو بعد الابتزازات هذه تخرج ناس وتخليها تخرج من الدائره نتاع الانتاج. بكل اسف هذه هي الوضعيه، يعني عدم تحمل السلطه الرسميه مسؤوليتها في اداره الوفره معناها وصلتنا مباشره الى ازمه والى غلاء معناها غير متوقع. وحتى اذا كان الدوله تمشي فيه واللي نحن نرضوا فيه تخفيف الاسعار، اعتبروه معناها مش في حق الفلاح وفي حق المنتج، لانه الدوله ما عطاتش حتى شيء، ما عاونتش الفلاحه باش اليوم تجي تسقف باي منطق، صحيح باش تدافع على المستهلك، ممكن حتى الدافع ماهيش مقبوله، ماشي معناها مش في موقع معناها اللي تحب بالدفاع، لكن باش تحافظ على القدره خويا يمشي يمشي يمشي، اعطي دعم للناس اللي ما تقدرش، لكن ما تجيش على حساب الفلاح وتسقف له الاسطر وينتج الرماح. الكيلو توا بدينارين ومئة، الفصلية معناها حتى المجمع يبيع فيه توا اكثر من دينارين ومئة، معناها باش يزرعها باش يبيعها الفلاح. هذه البذور معناها ما نحكوش على البذور المورده في حدود 3500 وصلت حتى ل 4000. اي باش يعني نلتجؤوا لها هكا لك الامبورتاسيون باش نجيوها، كي يمشي تقطع الماده هذيا في تونس باش نجيوها الامبورتاسيون وباش تغلى الماده هذه. خلينا نحكيوا على الحلول سي شكري الرزقي. هو راهو حتى الامبورتاسيون بالله لحظه عاش خويا، الامبورتاسيون راهو حتى المواطن العادي راهو باش يستهلك، معناه باش يتضر فيه، لانه باش تاخذ من الماليه العموميه كلها راجعه بالمضره، على ولو حتى تدعم انت تجيبها حتى ب 4000 وتبيعها ب 2000 راك هديت منظومه وزدت هديت الماليه العموميه اللي نحن ما نقولوش، نحبوا ننجو تونسي وناكلوا تونسي ونتعاونوا التوانسه في بعضنا.
هل فما حلول سي شكري توا، حلول معناتها نتاع اخر دقيقه باش نتفاديو الازمه هذه؟ الحلول خليناها ورانا عشكوي، راهو الحلول خليناها التالي، خليناها في بدايه واستشرفنا الكومباني وقلنا هذه صعبه ونحاولوا نستعدوا لها. الحلول دي ما تجي استباقيه واستشرافيه، ما تجيش بعد بعدك مش تدير ازمه معناها كما تدير الحمايه المدنيه للحرائق، معناها بعد ما يصير الفاتي بعد باش تحل المشكل، باش تحلها. ما شنو هي الحل؟ الحل شنو هي؟ الحل هذا نقص فادح في الماده دي. هذه مساحات تقلصت، هذه مساحات ما فماش وما عطاوش من الفلاح، الناس ما زرعتش، الناس هربت ما عملتش التخزين لان هارب من المراسيم الاحتكار اللي هو فيه برشا استفهام. ونحن نحبوا القوانين، وإحنا قبلنا حتى المسؤولين وقلنا تكون المراسيم واضحه شكون اللي يحتكر وشكون غير محتكر، وهم معناها فلاحه هزول المخزون نتاعها والمخزون هو معناها بوضوح، يعني ثم برشا لخبطه. نحبوا الوضوح في القوانين، نحن ما نحبوش رانا ما نتجاوزوش القوانين، نحبوا التنظيم ونحبوا القوانين تكون واضحه، شكون المحتكر شكون مش محتكر، شكون اللي يخدم على روحه وشكون مش يخدم على روحه، وشكون اللي يخدم في خارج القانون. برشا مسائل يلزمها توضيح. احنا رانا مادين ايدينا كاتحاد تونسي الفلاحه والصيد البحري كمهنيين نحبوا ننجو، نحن دورنا والهاجس نتاعنا ننجو ونلقوا معناها ربح في الانتاج نتاعنا، وما يمشيش الانتاج نتاعنا معناها يضيع بين ايدينا. دوك سي شكري الرزقي، حسب ما فهمت من كلامك الازمه المنتظره في ماده البطاطا معنا ما نعملوا لها تو، باش نوصلوا لها كنت نجم تعطيني في ظل الازمه هذه قديش ينجم يوصل الكيلو؟ لا هو الكيلو انت والمواطن انت وتعرف التونسي معناها ما تنجمش تضبط عليه، خلينا نقول بلغتنا الدارجه معناها هو ساعات حاجات تغلى تلقى عنده لهفه بشكل كبير ينجم يوصلها حتى ل 5000، راه كيما ينجم يتحكم وما ياخذش وتبقى في حدود 3000 هي حسب المعطيات اللي عندي تقريبا وصلت في حدود 4000 تقريبا البطاطا الجديده الريكولت الجديده معناها والقديمه هاني تتباع ب 2500 تقريبا فوق ال 2000 معناها. دونك الازمه جايين نحصلوا معناها الوضع ماهوش مريح وربي يشكرنا. وسي شكري معناتها اخر سؤال، ابار ماده البطاطا فما مواد اخرى بصفه استباقيه من توا خلينا نعرفوا معناتها ونحلوا الازمات من توا، هل فما مواد اخرى تنجم تعدى بازمه؟ نحن هنا في ازمه كبيره نتاع حليب ونتاع لحوم هذا نعيشوا فيه، سي تان في نعيشوا فيه ونتاع لم ونتاع دجاج والازمات كلها راهو هي الفلاحة معناها حلقات شادة في بعضها، يعني إذا كانت مست حاجة باش تسر الحاجات الأخرى. وقت المياه اليوم مش موجودة، نستغرب اليوم كيفاش الدولة ما تعلنش حالة الطوارئ في المياه. نحن عندنا ندرة كبيرة، السدود نتاعنا معناها ما فيهاش مياه ناقصة بشكل رهيب، مش قاعد نشوف في التحسيس المواطن باش انتبه. اليوم رانا داخلين على أزمة كبيرة بكل أسف معناها الإيرادات المائية تشوف احنا نعيشوا جفاف، نعيشوا نقص في المياه، ما ثماش حال طوارئ، نورمالمون تصير حال طوارئ في المياه. اليوم ما ناس أنت قاعد تشوف اللي ثم الناس قاعدة تحسس اللي ثم راهو مفقود للأسف. نحن راهو ولينا نوصلوا في الأزمة بعد تولي الناس كلها تعيط، هو الاستشراف هو أساس النجاح وهو اللي يخلينا ان كيف ندير ونتعامل مع الازمات بكل معناها على الاقل لطف تجي معناها كي تبدا ثم ازمه لا قدر الله جايه ومستعد لا خير من طريقنا الازمات. مو سعد زاد السي شكري نحكيو على الازمات ونقولوا راهو الازمات باش تجي وما يسمع حد ويصير كما كيما حكينا نحن طبعا البطاطا هذه رانا من ربيع ونحن نبعث في المراسلات اتحاد الفلاحه والصيد البحري راهو عندنا صعبه معتبره البلاد يجوا المستعدل مولوجي للمجمع المهني اللي هو دوره يعمل في المخزون التعديل للسوق باش وقت اللي تنقص في السوق يهبط، ما يوصلش عمله 6000 ولا 7000 طرناطة ومال في عمل في 40000 في البريفي اخطاء، خليه يخزن ما عنده وين يهزه. حاول تراقب، حاول ما ترشد العمليه، ما كانت ثم نفور من اصحاب المخازن مخازن التبريد اللي تعرف هو معناها برودوي بيريساب شطر وتلوح عند الفلاحه وتحملها في نهايه الامر، راهو المتضرر رقم واحد اللي ربما ما نتحدثش فيه الفلاح هو اللي تضرر من العمليه. شكرا لك. هو اللي صرف وهو ننتج وبعد في الاخر كل اسف ضيعنا الصعبه من ايدينا.
شكرا لك عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سي شكري الرزقي. هذه الأزمة هذا الأزمة المنتظرة لمادة البطاطا سي شكري يقول راهو تنجم توصل 5 دينارات سديبون لوفر إلى دوموند بالطبيعة متاع البرودوي هذا. يقول أنه في السوق زادة من توا فما الأزمة هذه والسوم طلع ذلك عليش بعد شوي بوان مارشي باش نركزوا على المادة هذه مع ساسوها ونشوفوا الأسوام في السوق اللي هي مشيت له اليوم في حال خضرة اليوم ساسوها بعد شوية بوان مارشي ترتيحة صغيرة ورجعين معك. شكرا على الاستماع وين ما كنتوا جونا ديز دوز حتى لنص النهار معكم يوسف بحري وكامل الفريق. تابعونا كالعادة على الباش فيسبوك متاعنا راديو اي اف ام وعلى اليوتيوب متاعنا راديو اي اف ام. حبك سفاح حبك مانجا وتفاح. اهلا زينو باش تحبك حبي رمان هنا اليوم. حبك اليوم رمان ومسفوح مسفوح بالرمان راهو غنية نانسي عاشر جديدة اللي تسمعوها كل يوم براتيكمون معناتها في البرنامج نتاعنا. راني انا ما عندي حتى مسؤولية فيها. اختنا نور بولابيار تبعث في المساجات للخطيب اي تبداو واضحين احنا واضحين مع المستمعين نتاعنا تبعث لا درسني فما جملة قالت له على خاطر نحبك نقعد جمعة لانك لا نشرب هذيك قالتها قبل مرات المسفوف تاع اليوم. بعد كي رات المسفوف بدلت رايه. شنو حوالك زينو بخير شويه؟ ديس دوز ديس دوز ديس دوز. يلا بينا نمشيو لاختنا الساسوها توت سويت بوان مارشي. اي في الفريب دونك في حي الخضره. اهلا وسهلا بك ساسوها. اهلا ساسوها صافيت. مرحبا ساسوها شنو حوالك؟ طبعا انت تصور واحد يهز التليفون ويكلمك يسلك على القراء وين يبيعوا فيه مان. ذي اختك زينو بابا زعما بارح قلت لك ماما انا معناتها انا باش نثبت في القراء وين يبيعوا فيه. تعرف تاع بوان مارشي دونك تعرف تعرف خدمتك نورمال ملمه بالشان السوق. انت ولا لا نفكر لا في القراء لا في ود القمر لا في نعدي بيناتنا الاسلام ونخرج على روحي. ايه اليوم ساسوها باش تعمل عليا مزيه باش شويه مع البطاطا. البطاطا لانه فما ازمه منتظره في ماده البطاطا ويقولوا انه الاسوام تنجم تطلع على 5000. سي شكري الرزقي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري قرروا حتى في الاسواق طول الاسوام طالعه. دونك نمشيو نشوفو تو سويت بوان مارشي معك. يلا نبداو بالاسم تاع البطاطا قبل البطاطا باش نبداو بالاسم تاع الدجاج كنلقيناهم الكبدة. كيفاش تحب تلقى اسم الدجاج في الفريب فسر جوست هكا حاب نفهم انا العباد اللي تبع عليك هكا بربي وين ترا في الفريب بربي قول لي الكاميرا تو بدلت الكاميرا هذا مجلين كاش لك تروا بوند وين الفريب الفريب ولا لا حول ولا قوة الا بالله حاسس يلا الكبدة 9 دنانير الدجاج 8500 بالنسبة للكيلو الاسكالوب نفا يتباع على 17.5 نورمالمون سافا يسمى كيلو دجاج على 8500 نعم وطلع على الزيتون دينار و500 اما على قد شويه البطاطا نقاها تتباع على 5 جنيه مازالت ما طلعتش 5000 يا جماعه السعر هي البطاطا ساسو ايه فضلك الطماطم الطماطم بوغ لو مومون سعرها مازالت 5 جنيه ما نعرفوش على ايمات الجايه اش باش يصير. الطماطم نلقاها 2500 اي لا جايب شغله البطاطا تو تكتشف المسلي 2300 القارص 2500 لحلو 2980 كلنا نجيب كلهم ليه مش قاعد تصور القناويه 16 جنيه فلفل الحار 2980 رطل لوبيا الخضراء 3000 باذنجان 2900 القارص الكيلو على 3980 والقمرة أنا قال هنا 2900 القرع الأخضر 2900 كيف نقول القناوية تتباع على 15 دينار القرع الاحمر 15 جنيه ليتشو 15 جنيه الخس كيف 15 جنيه الطماطم بون ماهيش حاجه لهنا الطماطم 2500 انا ماهيش حاجه الحق السيناريا 15 جنيه و60 البطاطا مغادي نلقاوها على دينار القارص الاخضر 19 جنيه و50
زيدوا قدموا شويه كالعاده ما شاء الله. الحركه ديما موجوده. شنو قلت لي خويا؟ قلت لك مال مصفوف عندنا لنا في الـ في الـ في الـ يا اخي انا تعب في روحي وانت في المصروف يا اخي انت تعب في المستمعين اللي انا تعب في الاسواق ما يعجبكش شو اللي تعب فيه؟ وقريتها هذه ما ناكلوش وقت احنا في لونتين خاطر نوليو نماركو شوف قريتها وقتي شلقت شلقت انت شلقت بحاجه او الرمبين مقديش الرمبين خاطر عملنا فيه المصفوف ملا حاله وملا يا اخي ما بحذين راه وكها ولا لا تقل يا رمي انا ما ناكلوش المصفوف ما ناكلش قصدي ما ناكلش قصدي الرمان 2180 مدلينا نلقاوها 3980 انا ما ناكلش راهو مستمعين وانا نحكي معاكم التمر المفرك 3480 فاني في العرجوم 7600 الرمان من هنا نلقاوها 1480 شنو خطكمش البروكلو يا جماعة الناس المغرومة بالبروكلو هاكا ما تتغشوش 2500 بالنسبة للكيلو البطاطا راهو جاونا باهي مازال في 18 في 15 دونك أنا ننصحكم جيبوا القطوف نتاعكم عطيو البطاطا الكل ومسكين على الدولة تشجع على الاحتكار الدولة تغني لكم تشجع على الاحتكاري والله الدولة تشجع خمسة ما بتاخذ مريلا مو هاكا ولا هاكا مع الشقة دونك تطلع انت خاسر في البيعه سيدي خويا تحب تبع كلامي تطلع خاسر امورك هذيك لا 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 اتحمل مسؤوليه ما قالته ساسو بليش كنت عليا توا راي دودو بالقطف نتاعها جات تاخذ في البطاطا وانا ما اتحمل شكرا لك ساسو ميرسي بوكو نتقابلوا غدا في مارشي جديد في بوان مارشي انا نتكهن بالمارشي نتاع غدا يكون في ولايه بن عروس اي حتى انا نتصور سيرمون خاطر بدات تبعد شويه ترجع من بعد لحومتها دونك شكرا لك ساسو ميرسي بوكو بوا مارشي كيعطيوها المستمعين نتاعنا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام زينوب بنين ياسر المسفوف بالحق صح سامحوني المستمعين راني ذقت وقت اللي ساسو تعطي فيكم في الاسواق ما نتذكر حتى سوم عطاته ما نتذكر حتى سوم بنين برشا مسفوف بالرومانش تعطينا كيفاش تعملوا زينوب تو تسويت في الكوجين هاي لل اسمع المسمن والفاكهه وكتبت لنا اي اف ام بالورد انا حبيت جونا تجي دوزه ما يصير طويله طلعت ما تتراش اي بديت تترا بديت تترا ريتها بديت تترا عندي كعبه فزق هبطت يلا باهي اليوم باش نعملوا مسفوف حلو بديو فما الرمي اسمع هو راينا نعملوا في رمضان اما نعاود نعمل الغسيت هذايا كان يطلع الرمي احسب روحك ديما في رمضان مرحبا بيك برشا دي غسيت بالحق ما فهمتش دقيقه علاش نعملوهم كان في رمضان بالحق ما فهمتش المسفوف نجموا ناكلوه والله انا شيخ راني بالمسفوف الحقيقه لا يمت ذوما لا لا خاطر المراه نفسها دونك تاكل ديما يعملوا لها مسفوف الحقيقه اي صح صح شكرا لخالتي سونيا شكرا لخالتي سونيا وذوق ذوقينا معاك خالتي سونيا والله اي كزري كزري مازلت بكبشه يا نور مع الزرير مازال يلا دونك اليوم باش نعملوا ريسيت مسفوف لحلو هو يجي راهو بالكسكسي جويد على الاخر وفما باكويت يتباعوا مكتوب عليهم مسفوف تنجموا تستعملوا هذيك وفما عبيد يستعملوا يعملوا بسميد الارطب دونك انا ناخذ الباكو اللي مكتوب عليه مسفوف ونحط عليه زوز كيسين يعملوا لي تبسي كبار مسفوف دونك باش نعملوا زوز كيسين مسفوف عليهم ربع كيس ماء زهر ولا عطرشيه والا ماء ورد انا ذيك ماء الزهر قطرته انا وعمتي ياسر فيه واحد دونك كي نحط شويه يجيني قوي بالكدي عمتها وين عندي خالتي اي والله والله علمتني نقطر الزهر اللي يقول لك انا معلموني شيء علموني ناكل ناكل ليلى انا الحمد لله ورثت الكوجينه كهو داك شو ورثت فرصه يزين يزين بك ونزيد عليه رشرق بالكسكسي باش نزيد عليه زوز مغارف دونك هادي نعاود لكم الغسيت نحطوا زوز كيسين مسفوف عليهم ربع كيس زهر واربع مغارف سكر نورمال وباش نزيدوا معاه نص كيس زبده ذيبه فما بيت جاملو زيت تنجموا تعملوا زيت كان ما عندكمش زبده اما الزيت يجي قوي على الاخر دونك انا ديما جو بريفير زبده ما عنديش زبده عملت مارغرين وجي سافا دونك باش نبثبثوهم هذوكم كجاو مع بعضهم بالقدي الزهر والكسكسي والسكر
السكر والزبده نبثتهم ونحطوهم يتفوروا في المقفول وكسكيس بوندون 30 دقيقه. اون فوا سي بون 30 دقيقه باش نعاودوا ناخذوا الكسكسي نعاودوا نفرغوا في التبسي نتاعنا وباش نحطوا عليه ثلاثه كيسين حليب. دونك كان ما عندكمش برشا حليب حطوا كيس حليب وخلطوه بالماء. تعرف الحليب مقطوع نبيتي خاطر ديجا جيني حسيت وشيح شويه على خاطر ما عنديش اسي دو حليب دونك نحاولوا نحطوا الحليب ونزيدوا معاه شويه ماء ونخلطوه الكل مع بعضه بالقد ونعاودوا نعملوا التفويره الثانيه. دونك التفويره الثانيه تقعد ابوبخي نتاع 20 دقيقه لين اكل الحليب يشرب شويه بال المسفوف يشرب الحليب ويتشب بالقدي. اون فوا طاب سي بون باش ناخذوا نفركوا الرمان نتاعنا. كان تحبوا تحطوا زبيب كان تحبوا تحطوا فيكيا كان تحبوا تحطوا دقله يجي ياسر ياسر بنا. شنو باش نعمل باش نحط نقدك الفيكيا نتاعي والرمان وكل في الطنجره ونرجع الكسكيس اللي فيه المسفوف نعاود نحطه في الطنجره نتاعي وباش نفرتكوا المسفوف بالقدي بالقدي وباش نزيد نرش عليه شويه حليب بالزهر. دونك الزهر هو اللي باش يفوح لنا يا زهر يا عطرشيه يا مي ورد حاجه تفوح ونخليوه يشرب بالقدا ونخلطوا اك الجو الكل مع بعضه. ولا دونك هذاك هو هاني مش كسركم الكرسي بالجو ايوا سي بون. تنجموا تحطوا في صحافي تنجموا تزيدوا معاها كريمه تنجموا تحطوا في دي فيغين حاسيروا كل واحد يعملوا كيما يحبوا يتفنن. تنجم تهزوا حتى صغاركم تهزوا يهزوهم لمجه زيده تصورها بنينه ويحبوا حاجه هكا. هم اللي يحطوا الدقله زيده دقله دقله تنجم تحط دقله زبيب. اسمع اللي عندك انا الحقيقه ما عندي شيء في الدار حطيت فيك يا ورمان هي وبالي جبت فيك يا ورمان ولا راه جاي مسوف شيء هكاك ديريكت بروت شيء والله. ما فوريت كي تعملوا زيده لافي عملتوا لافي جوست خاطر زينتوا كتبت اي فين بخلت باش نحي ونعاود. دونك باش تعاودوا تقدموه حطوا شويه حليب. وليش تكتب في اي فين انت ممكن عاود نحي عملت فازه زعما عملت فازه فرحه بينا وين احط العلاش. عملت فازه ريت ما يسالش شنو نعملوا ناخذوا انا طيبته البارح في الليل دوكا هو يشيح شويه المسفوف سي نورمال معناها حتى كسكسي نورمال باش طيبوا بصوص باش يشيح. من غدوه صباح خذوا كيس حطوا فيه شويه حليب وسخنوه زيدوا له نكته زهر كان تحبوا وزيدوا صبوهم الفوق وخلطوه توا يترنى هيك المسفوف ويجينا بنين وكله فيتامين. شكرا ليك زينب ميرسي بوكو. انا باش نوصي جماعه تي اف ام راهو هذا شن نروح به هنا عندي علاش دونك باش نروح به هنا. فماش ذويقه نورك في باش تدوح لي في راسها فماش ذويقه تفاح والمانجا نور اي مانجا وتفاح تحبك سفاح خونا اللي يخدم في العشايه التحرير ريت ديديكاسيت يبعثوا لبعض اغنيات في بالك في اللونتين بالله ولا يعاتف يبعث لبعض هي تبعث له الصباح ويرجع لها في العشاء عز في العشاء يبعث لها اغنيه هكاك يحكي مع بعضهم هكاك كوب العالمي. شكرا ليك زينوبا ميرسي بوكو الكوجينا تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. معنا العروسه نهديو لك المسفوف العروسه شيماء اهلا وسهلا بيك مرحبا. اش بيك حاشمه من لا مش حاسمه قعدت نغزر لل ريت هي اللي كنت راهي عملت للعرس انت ما سمعتيش خاطر لل سمعتيش العرس كنت عملت اللي كانت تبيع في الاوهام للعباد. شاي مع عروستنا في الميتيو والاخبار راجعين معكم جونا ديز دوز حتى نص النهار. بعد شويه مكملين في جوك ديز دوز مع يوسف البحري على اي اف ام احلى راديو. اي اف ام ميتيو.